Level 2. Correct. The door are opened by Maryam. Or غلط. Mr. Osman. Okay. Mr. Osman used to taught us math at school. معلش انا غلطان. حط خط تحت taught مش تحت used to. امسح الخط اللي تحت used to وحط خط تحت taught. الصح بتاعها ايه؟ يعني ايه؟ علم. درس. يعني ايه توت؟ علم او درس. ليه معنى؟ تيتش. بص انا مش هقول لك هي في غلطه في الاثنين. يا تصلحها يا مش هتوصل لليفل 3. مش هقول لك ايه هي. قدامك دقيقتين يا تصلحها يا مش هتعدي من ليفل 3. انا بساله وهو بكلمه هو ما كلمتكيش. انت مالكش دعوه بدمينا. انت عشان توصل ليفل 3 لازم تحل الاثنين صح. حليت الاثنين صح تنزل ل 3، ما حليتش صح انت كده وقفت عند ليفل 2. مالكش دعوه بقى هي عملت ايه في امتحانها. عندها غلطه في الاثنين يا تصلحها يا انت وقفت عند ليفل 2 معايا. انا متاكد ده. اتفضل فاضل دقيقه. المفاجأة ان الاولى هي اللي غلط مش الثانية يا محترم. الاولى از كانت وقفت عند ليفل 3. تيتش كانت صح، انت كنت عاملها صح اصلا. تيتش صح. الاولى مش عارف اللي اصلا عاملها وير. هي اصلا وير دي بتاعت الجامعة عشان مرض از. ذا دور ده مفرد والنهارده واخد معايا الباسيف والاكتف. المبني المعلوم المجهول. قلنا يا جماعة في المبني المعلوم المجهول في زمن المضارع بنستخدم اما او اذا وايه؟ او ار. هو حاطط لك ار وقبلها ذا دور مفرد. ازاي مفرد يجي معاها ار؟ يبقى از. قاعده سهله جدا. انت كده وقفت عند 2 مش هتعمل سهم ل 3. نفس القاعده اللي قلتها له. حليت الاثنين صح عديتي. ميكينج تمام. والثانيه؟ هاف. استاذنك بس الاتش لازم تكون كابيتال لتر. حرف كابيتال. الاتش. هو القلم بيجي عندي هاف ليه؟ لا انا بس عايز الكابيتال مش عايز بس هي واضحه. تمام. عندي غلطه من الاثنين. زيه. فضلك دقيقتين يا تصلحيها انت وقفت عند ليفل 2. يعني واحده صح وواحده غلط. مثلا يا دي ايه؟ جلاس. انا شفتها. جي ان اي دبل اس. لا اس ما تقربيش منها لو سمحتي. هي ميك اللي هتقربي منها. لو هتغيري في الاولى غيري في ميك. ازاي رمله جايه مع بس؟ هتغيري الاولى. مش هتغير الاولى، هتغير الثانيه. يا جماعه الناس اللي معايا في الفيديو هنقرا لكم سؤالين عشان برضه تبقوا عارفين. جلاس از ميك فروم ساند وشال وي جوت ا مودرن فوم. الاولى عملتيها هاز ميكينج والثانيه هاز. وقفت عند ليفل 2 مش هتكملي. الغلط الاولى مش الثانيه، نفس غلطته. الاولى اللي غلط. الأولى مبني للمجهول الدرس اللي شرحته النهارده. إيه يا مستر؟ لا. ميت. صح ميت. الإزاز بيتصنع من الرملة، مبني للمجهول. هو الإزاز مش بيصنع بيتصنع. فجلاس إيز ميد وليست ميد. صلحيها زي ما هو. بس للأسف أنتوا الاثنين وقفتوا عند ليفل 2 مش هتكملوا معانا الفيديو للآخر. ميد والأولى كانت هاف صح. شكرا. شكرا علينا طلبه طلبات المرحله الثانيه اعدادي. معاكم مستر محمد من قناه ستوديوز مستر محمد. واحنا دلوقتي في كلاس روم ومعايا الثلاث اسئله اللي على الشمال خالص. ده مقسم الى اربعه ليفل. ليفل 1 2 3 4. الثاني ليفل 1 2 3 4. الثالث 1 2 3 4. هنبتدي الامتحان مع الطالبه شهد. مع سيف الاول. سيف الاول. سؤال سيف بيقول اديله العلامه دي هنا. بيقول انت دلوقتي في سؤال بيقول I am waiting space to get on a plane for the first time. Excited, excitedly, careful, hungrily. I am waiting space to get on a plane for the first time. Excited, excitedly, careful, hungrily. هنختار ايه؟ لو جاوبت صح هتخش على الليفل اللي بعده. اكسيتدلي. اكتب اسمك بس لو سمحت على فوق. تمام.
اسمك فوق الليفل واجابه صح. برافو عليك يا سيف. اعمل سهم كده على ليفل 2 من ليفل 1 ل 2. ايوه كده. انتظر مني سؤال بعد شويه على الليفل 2. السؤال اللي بعده معانا في السؤال التاني دوت السؤال ملف شهد دينا سبيس ماني تو ا تشارتي بات ناو هي داز didn't used to give gave doesn't give used to give دينا سبيس ماني تو ا تشارتي بات ناو هي داز didn't used to give gave doesn't give used to give. اختار انت. Used to give. اكتبي اسمك معلش معلش زي سيف. واسالك سؤال دي اجابه نهائيه ولا ولا هتغيري اجابتك؟ صح. لا ما حدش من بره عشان ما اقولش اسم ما فيش دعوه بشهاده خالص. حضرتك بصي على اجابتك. صح واجب. اجابه نهائيه. اجابه غلط. مش هتكملي معانا بقيه الليفلات. الاجابه الصح هي didn't use to give. الاجابه الاولى هي اللي صح. صلحها لنا معلش يا دميانة عشان الناس اللي هتشوف اللي جاب اول اجابه didn't use to give. اول واحده اللي تعملها عليا دايره didn't use to give. دي الاجابه يا جماعه الصح. وهقول لكم ليه. انا بقول لك دينا ما تعودتش ان هي تعطي فلوس للجامعات الخيريه ولكن الان هي بتعطي. الان هي بتعطي. تبقى الاجابه الصح didn't use to give. ما كانتش متعوده تعمل حاجه لكن دلوقتي متعوده. السؤال الثالث معانا دميانة ليفل 1 اي ماي باج اي ماي باج اون ذا فلور وايل اي ووز تيكينج ا فوتو مستر ووز بوتينج بوت بوتس بوتيد مستر بوت عشان اصلا ما فيش حاجه اسمها بوت اصلا عشان البوت هي في المواد هتبقى اختار هتبقى بوت. هقول ليه؟ قولي ليه؟ عشان المستر هنا وايل بيجي بعديها اسمه ايه ده؟ ماضي مستمر وقبليها ماضي بسيط، والماضي بسيط كلمة بوت هتبقى بوت هي هي. سامع على ليفل 2 مكملة معايا. اكتبي اسمك دي مين؟